السلام عليكم ورحمة الله، كيف عاملين؟ زوينة ديالي، لاباس عليكم. مهم، اليوم غنهضر على واحد المنتوج عبارة عن سيروم كيتركب. التركيزة ديالو الأساسية، التركيبة ديالو عبارة عن ناسيناميد 10% والزنك بي سي أ 1% ديال شركة أورديناري. هنتكلمو على الخصائص والفوائد ديالو، وشكون كتار أو للناس او الحالات اللي هتقدر تستافد منه اكثر. طريقه الاستخدام ديالو ضروري خصكم تعرفوها قبل ما تشريوه، وكذلك تجارب واراء الناس اللي استعملوه. وحاجه اللي مهمه خصكم تعرفوا المخاطر ديالو، يعني ماشي مخاطر ولكن بعد الاشارات، يعني قبل ما تستعملوه خصكم ضروري تطبقوها. مهم، بقاو معايا حتى اخر الفيديو، يعني ان شاء الله هنهضروا على جميع المراحل اللي قلت لكم دابا. مهم، لاول مره كيشاهد قناه الموندو دي هنا، منساش يعمل لايك واشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، ونفس الوقت كدعموني. واي حاجه بغيتوها نهضركم عليها، انا قلت لكم خليوا لي تعليق بها، وان شاء الله نتكلم لكم عليها اذا جربتها واذا استعملتها. مهم، هنبداو بتعريف الماده ديال نياسيناميد. مهم، هذا المنتوج ديال اورديناري كيتكون من جوج ديال المواد، ناسيناميد فيه 10% وفيه كذلك الزنك 1%. انا نحاول نمشي معكم تدريجيا نشرح لكم. دابا ناسيناميد 10% او هو فيتامين بي 3، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بلي هو فيتامين بي 3 بي 3. هي الماده، الناسيناميد هي المادة المفيدة ديال البشرة، يعني كتغذي البشرة. وكتكون هاد المادة من خمس أساسيات عندها. أول أساسيات ديال هاد الناسيناميد هي كترمم وكتصلح الطبقة الخارجية ديال الجلد، وكتحفز الخلايا الجديدة اللي كتخلقنا في البشرة ديالنا دائما. وكذلك هي كتفيد في حالات، يعني وجود في الكزيما في الوجه او ديك التشقق الوجه ديالنا اللي كينتج عليه الجفاف الشديد اللي كيكون في البشره ديالنا. وكذلك كتخفف الالتهاب والاحمرار وكتلطف البشره. وكذلك ثالثا كتساعد على تفتيح البشره، يعني كتمنع الانتقال الصبغيات الميلانين في سطح الجلد، يعني كتمنع ما كتخليهاش يطلع. وبالتالي هي كدك التصبغ كتحاول تزيدو ما يبقاش يظهر، يعني ما كيبقاش يظهر نهائيا للسطح الجلد. هاد الشيء كامل في هاد الماده ديال الناسيناميد. والتركيز ديالها باش يطبق هاد الاساسيات اللي قلت لكم انا عليها، خصو يكون التركيز ديالها ما كيقلش على 4%. احنا ناسيناميد عند 10%. مهم، وغنمشيو رابعا، باش نمشيو مرحله مرحله. رابعا هي كتقلل الشحوب والصفرار ديال البشره، اللي كتكون عنده بشره يعني باهته، يعني العياء ديال البشره، كتقلل داك الشحوب صفرار البشره، ولذلك فهي كتعمل كمضاد للاكسده، وكتحفز العمليه التجديد ديال الخلايا ديال البشره، ومنها كتعاون باش ما كيظهروش ديك التجاعيد والخطوط ديك الرقيقه. وخامسا، هذه الحاجه اللي كيعجبوهم الناس البشره الدهنيه، انها كتنظم وكتسيطر على افرازات الغده الدهنيه اللي عندنا في البشره ديالنا. الناس اللي عندهم الحبوب كبير، اللي عندهم الحميرار، اللي عندهم عدم النظام ديال افراز الدهون في البشره ديالهم، باش نقول لكم هذا رائع. فحال اللي قلت لكم في الاول، التركيز ديال الناسيناميد 10%، هذه اول منتوج ديال اورديناري اللي كينزل التركيز ديال الناسيناميد 10%. دائما منتوجات اخرى اللي كاينه اللي كتكون فيها ناسيناميد دائما كتكون فيها 1% ولا 2%. هذا المنتوج، يعني باش نقول لكم، الشركه الاولى اللي عملت 10% والزنك 1%. دابا جاو الدور نعرفوا بالزنك 1%. علاش داك الزنك 1%؟ دابا بزاف ديال الناس، اغلبيه الناس كيشوفوا 1% بانها كيشوفوا كميه، يعني درجه قليله. لا، العكس، هو كذلك الزنك عنده القدره كبيره على تنظيم الافرازات الدهنيه اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا.
وكيكافح ديك محاربة البكتيريا اللي كتكون في الوجه ديال الناس اللي كيكون عندهم الحبوب، ديك البكتيريا اللي سيما بياكني اللي عندهم الناس مشاكل ديال الاكني، هي ديك الزنك 1% هو كيحارب ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا حب الشباب. لذلك حنا عندنا التركيبة ديالو الأساسية لهذا السيروم، يعني باش نقول لكم هو الصديق، يعني اللي كنشوف انا واللي شفت انا باللي هو البشره الدهنيه والبشره المختلطه يعني ما عندهم حتى اشكال معاه. البشره الجافه اللي هي يقدر يكون بعد الحساسيات، يعني البشره الجافه يقدر يستعملوه يقدر لا، على حسب، يمكن تجربوه ويمكن ما تجربوش. ولكن قبل ما نقول لكم واش تقدر تجربوا البشره الجافه ولا لا، هنمشيو كذلك نهضروا على الطريقه والكيفيه الاستعمال ديالو. الطريقه الاستعمال ديالو هو عباره عن، اذا لاحظتوا هو عباره عن لزج، يعني ماده لزجه، يعني ما خصناش ندهنوها نهائيا في البشره، ما كتدهنش، ما خصناش ندهنوها نهائيا. كنحاولوا نعملوا لها بحال هيدا فوق الوجه ديالنا، نحاول كنعملوا لها بحال اللطافه هيدا، بحال اللي كنضربوها وكنخليوها حتى كتابسورب، حتى كتشرب البشره هاد السيروم دائما. هذه هي الطريقه اللي كنعملوا بها دائما، وكنخليوها يعني تقريبا يعني حتى 5 حتى 10 دقائق، وتقدر تعملو وتخرج. المهم هنقول لكم باش ما ننساش الحالات او اكثر الناس اللي كتقدر تستفيد من هاد السيروم، هي البشره اللي قلت لكم دهنيه، اللي كتعرض لحب الشباب، واللي كيكون عندها البقع البنيه، اللي كيكون عندها البقع البنيه ناتجه على داك الحبوب، وكيصلح البشره اللي كتكون قلت لكم صفراء، اللي كيكون بشره شاحبه. وحاجه اللي ما كيصلح لهاش هي في الحالات اللي كيكون الكلف الهرموني او الميلازما، يعني هذا كيكون مشكل داخلي ما كتقدرش تعالجو هاد السيروم. وحاجه اللي مزيانه بزاف وهتشكروني عليها، الناس اللي كيعانيو من السميرار حول الفم، الناس اللي كيعانيو من الحمرار حول الحمي عفوا الاسمرار حول الفم، رائع رائع، هتجربوه وهتردوا عليا الخبر. مهم بالنسبه للناس، يعني تجارب الناس، اغلبيه الناس عجبهم، لكن الناس اللي كيداوموا عليه، يعني ماشي كتستعملوا مره واحده ولا جوج مرات. الشركه عامله بلي انه تقدر تعملوا جوج مرات كل يوم، ولكن انا كنصح كنفضل هذا المنتوج، يعني هو كيكون شويش قوي، يتستعمل مره واحده كل يوم، يعني مشو تدريجيا، حيت باش يتعرف البشره ديالك يتعرف على الفوائد وعلى الزنك والناسيناميد. يعني تعمل مره واحده في النهار، حتى الاسبوع الثاني اذا شفتي البشره ديالك ما عملتي شي حساسيه ولا شي التهاب، تقدر تعملو جوج مرات في اليوم، يعني كتقدر تعملو في الصبح ولا مساء. حاجه اللي هنحضركم منها، ما عمركم تستعملوه، وتستعملوا فيتامين سي، يعني سيروم فيتامين سي. نتوما عارفين الموضوع ديال فيتامين سي، راه كنت هضرتكم على الفيديو ديالو، عندي جميع لي زانفورماسيون عليه. يعني ممنوع تستعملوا هذا وتستعملوا سيروم فيتامين سي، يعني واخا تقولوا لي هنستعمل هذا اسبوع واسبوع اخر فيتامين سي، نو، حذاري، يعني هذا خصو يستعمل بوحده. هذه الحاجه الضروريه اللي بغيت نقول لكم. وحاجه ثانيه اللي بغيت نقول لكم هو البشره الجافه، نقدر نقول لكم يقدر يصلح قدر لا، نتوما خصكم تعملوا تجربه على الوجه ديالكم، ولكن هو صديق البشره الدهنيه. بزاف ديال الناس، التجارب ديال الناس، كاين الناس قال لك يعني خرج لي حبوب بكثره، خرج لهم حبوب كثر، هو كيخرج الحبوب، ولكن زيد تستعملو قد تستعملو حتى دوز داك 15 يوم، يعني كاين ثدييات. علاش؟ حيت هو في الاول بعد المرات، فيه بعض الحالات كيخرج جميع الحبوب، ومن بعد كتلاحظوا بان ديك الحبوب كتنقص من الحده ديالها. هذه واحد الدور اللي كيعملو هو، يعني ماشي تشوف بانه زاد لكم الحبوب، زاد اكني، يعني خرجكم اكثر من الحبوب وهتوقفوا عليه، لا، فهمتوني؟ لا، دائما اي منتوج استعمله، دائما اي منتوج تستعملوه، واخا هما كينصحوا به يوم وليل، انا اي منتوج فحال السيروم كنحاول نستعملهم بالليل اولا في المساء.
وانا كنفضل هاد المنتوجات دابا، السيرومات وحاجات ديال الوجه اللي كنحاولوا نعملوا بيغمونت ونحاولوا نقيو الوجه ديالنا من التصبغات، نستعملهم دابا في الخريف او في الربيع، في الصيف نحاولوا نحيدوا من هاد المنتوجات. حاجه اخرى، هاد الشركه اورديناري كبيره بزاف، عندها المنتوجات ديالها مزيونه بزاف، يعني كينصحوا بهم الاخصائيين هما اول حاجه. يعني ما عاملينش قبعه تجاريه، يعني حيت هاد الشركه يعني الثمن ديالها رخيص وفي متناول اي واحد تقدر تشري. مثلا هاد القاروره، هاد الثمن ديالها، انا كنقول لكم الثمن ديال اسبانيا 5 اورو 90، يعني 6 اورو تقريبا، يعني 60 درهم بالدرهم، وبالدولار يعني 6 دولار ولا 5 دولار، يعني الثمن ديالو في متناول اي واحد. بالنسبه للحامل او المرضع تقدر تستعمله، ما كاين حتى مشكل، راهي مكتوبه لداخل بانه امن للحامل والمرضع. مهم، لاول مره كيشاهد قناه المنددي هنا، ما ينساش يعمل لايك واشتراك باش كتحفزوني وكتدعموني باش نزيد نعطيكم البرودوي او لي كريم او السيرومات اللي كنجرب او اللي كيجربوه اصدقاء ديالي، وكنحاول نقسمه معكم بكل مصداقيه وشفافيه. خليتكم على خير.